كابتن محمد خلاص اهو خد بريك وانا تمام معاك. كابتن حسام حسن ومنتخبنا الوطني والمهمه الاولى تمت بنجاح والصعود لكاس الامم الافريقيه. مباراه بكره تحصيل حاصل، بنجرب كام حاجه. عندنا الاصعب وهو تصفيات كاس العالم والفوز ببطوله كاس الامم، دي الطبيعي بتاعنا. شايف ازاي اداء كابتن حسام حسن وجهازه المعاون مع منتخبنا بص الوطني؟ احنا هنتكلم من الاول خالص. طبعا حسام حسن يعني يشكر هو وجهازه ان هو صعد بالفرقه كاس امم افريقيه قبل ماتشين، يعني كل الرابعة انت خلاص صعدت وبدا يعمل حاجه كويسه جدا، بدا يجيب لعيبه جديده يشوفها ورايح لعيبه اللي هو العمود الفقري بتاعه، وبدا يشتغل على اللعيبه الجديده دي، فبقى عنده ولعيبه العدد بقى واسع جدا. بكره ان شاء الله هي برضه هيحط تشكيل وهيلعب لعيبه كتير جدا عشان يشوف. انا النهارده الراجل بيقول يا جماعه اللعيب كويس الباب مفتوح للمنتخب، انا النهارده بس اهم حاجه ان انت تاخد فرصه تثبت فيها ان انت لعيب كويس. يعني اعتقد الماتش اللي فات عمل تشكيل غريب جدا، واحنا كلنا قلنا ليه كده ليه كده الكلام ده، لكن بل بالعكس لعبوا الشوط الاولاني ولعبوا الماتش كويس جدا. يعني واحد زي طاهر محمد طاهر بقاله الناس بتتكلم عليه مش كويس في النادي الاهلي، والراجل بيضيع اهدافه بتاعه الكلام ده، احرز هدف. في لعيبه عادل بتاع ابراهيم عادل، في محمود دونجا لما نزل دونجا شحاته، لا بص محمد زلاكا شحاته زلاكا بدا يجيب لعيبه كويسه جدا هيعتمد عليها، لان خلي بالك هو بدا بينزل بالسن بالاعمار عشان عنده معركه كبيره جدا اللي هو حلم المصريين هو كاس العالم، صعود كاس العالم والفوز بكاس الامم. والراجل طبعا انت النهارده هو خلاص وصل كاس امم افريقيه، هو الوقت كل التفكير كمونة. انا اختلف معاك في الجزئيه دي، احنا بقالنا 50 سنه موال حلم الوصول لكاس العالم. يعني ايه حلم الوصول؟ انا مش بتكلم برضو هو ليه ما بقاش هوصل وضع طبيعي زي المغرب، لان انا فرقه من المفترض بلد من فيها 100 مليون فيها عناصر تم اختيارها بدقه توصل وتاخد كاس افريقيا في وضع طبيعي وتطلع تلعب تعمل مباريات محترمه. كابتن عنده وجهه نظر، يعني انت تخطيط ايه؟ انت بتتكلم على المغرب، المغرب رابع العالم صح؟ صح. خططوا من مسابقات الناشئين، انت ما عندكش مسابقات يا كابتن الناشئين، ما انت اشتغلت وعارف صح. اللعيب بيلعب 3 4 شهور وعارفين مسابقات. لا 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 3 اسمع، اللعيب بيلعب 3 4 شهور وبيقعد 6 شهور في البيت ما بيلعبش صح. لكن انت المغرب عملوا تخطيط، عملوا قاعده ناشئين كويسه جدا، اللاعب اللي بيطلع بيبقى في الانديه كويس يقوم يطلع يحترف، فعندك عندك عندك مجموعه كبيره جدا في لعيبه المغرب محترفين. يمكن ده املنا في مهندس هاني بوريه طبعا، يعني يحط بصماته يعني لازم. انت النهارده يا كابتن كمون المغرب بتطلع لعيبتها بفلوس قليله لاوروبا ما تعرف. خد بالك انت هنا سي مثلا لاعب اسمه فلان محمد اسماعيل شباك، اي حد اي حد بالك بيلعب في زمالك بيلعب في اهلي بيلعب في بيراميدز يطلع يحتل. لا 8 مليون ايه؟ احنا عايزين 10 مليون. في عرض ابراهيم عادل الاسباني كان يعني ختافي يعني كسر الدنيا، لسه راجع من الاولمبياد، فتجري جديد ودنيا جديده وتمرين مختلف. زي النهارده انت الراجل اللي اسمه محمد صلاح، راجل مرموش النني، كل دي لعيبه يعني ثقيله، في لعيبه كمان في اللعبة غير عادي في اللعب في اوروبا صح. انت النهارده اللعيب الصغير بيبقى عنده مش عارف قد ايه يقول لك لا احنا عايزين قد كده، قد كده بناء على ايه؟ ما تطلع الولاد دي تحترف بره، تشوف مدارس محترمه في التدريب، ترجع تكسر لك الدنيا مع منتخب. نتمنى من المهندس هاني ان هو ظبط المسابقات دي. كانت جملتي ليك في الاخر يعني في دقيقه رسالتك لاتحاد الكوره الجديد. اتحاد الكوره ان احنا عانينا، معلش مع احترامي يعني، عانينا من 4 سنين صح اللي فاتت طبعا، ما كانش فيه مسابقات كويسه جدا، ما كانش فيه انتظام مسابقات، في بلان اصلا ما كانش فيه خطه، كنا بنقعد اللعيب بيقعد يلعب سنه لغايه ما اتهلك. النهارده في ما فيش مسابقات ناشئين كويسه جدا اللي تفرز لعيبه كويسه قوي للمنتخبات الناشئين او المنتخبات الكبيره، فبالتالي انت في كل المنتخبات الصغيره والكبيره انت ما خدتش بطوله او عملت نتيجه يعني. فبعتقد انا بقول للبشمهندس لازم نشتغل قوي، لازم تجيبها من تحت من الناشئين اللي تحت،
ونفتح الموضوع للاحتراف. زي ما الكابتن حسين قال لك، اللاعب اول ما يوصل 16 17 سنه طلع بيطلع على طول.